لا يعرفون شيئاً عن الحرب سوى تلك الآلام التي فتكت بهم وأصبحوا ضحاياها في يوم وليلة. بحت أصواتهم بنداءات الاستغاثة للخلاص من الصراع الذي أخفى ملامحهم الطفولية، وصاروا يعيشون في سن أكبر من عمرهم. طفل يموت كل 11 دقيقة جراء نقص الغذاء وتدهور الوضع الصحي، وفق أحدث تقرير للأمم المتحدة حول وضع الطفولة في اليمن التي تشهد انهياراً مريعاً للوضع الإنساني. حذر التقرير الأممي من استمرار النزاع مهدداً بخسائر فادحة بحق 1,200,000 طفل. في مديرية الجراح جنوب الحديدة، وهي ضمن المناطق الأكثر تضرراً بالحرب، تحاصر الكوليرا وحمى الضنك وأمراض أخرى المجتمعات الفقيرة أكثرهم من الأطفال. وأفادت مصادر طبية بوفاة 4 أطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض في ظل نقص المراكز الصحية والخدمات الطبية، بالتزامن مع بسط ميليشيا الحوثي سيطرتها على هذه المراكز، ما أعاق وصول الفرق الإغاثية إليها. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يقول إن 45% من الأطفال توفوا بسبب سوء التغذية، في ظل عجز المنظمات الدولية عن التدخل أو الوصول إلى هذه المراكز الصحية، خصوصاً مع تحكم وسيطرة الميليشيا على المنطقة، ليبقى الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في اليمن. أطفال دون طفولة انتزعت الحرب آمالهم، وباتوا يصارعون باستمرار المرض والموت وكأنهم خلقوا لذلك.